جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم الاثنين، بالإضافة إلى فقرات البرنامج وضيف الحصة كالعادة. نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة النهار اللي فتحت صفحتها الأولى بعنوان تقول فيه: اشترينا معدات تركية من دبي لاستعمالها في هجوم تيغن تورين. وإن أجلت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران الفصل في قضية الانخراط في تنظيم إرهابي ينشط في الخارج وارتكاب أفعال إرهابية تستهدف الإضرار بصالح الجزائر، وهي القضية التي توبع فيها متهم واحد ويتعلق الأمر بالمدعو با عين حا، حيث كشفت جلسة محاكمته أنه التقى أمين عام حركة أبناء الصحراء لمين بوشنب من أجل التحضير لاعتداءات إرهابية في الجنوب الجزائري تستهدف المنشآت النفطية، في إشارة إلى اعتداء تيغن تورين. في الفلاحة قالت النهار: سنستورد الثيران وندبحها في الجزائر لخفض تكلفتها. وانكشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أن الجزائر ستقوم باستيراد أبقار فرنسية من أجل تربيتها ومن ثم ذبحها على الطريقة الإسلامية في الجزائر بالنظر إلى جودة الحمادي الأخيرة وثمنها الذي سيكون في متناول الجميع. إلى قطاع السكن قالت النهار: تسليم 6000 مسكن في المدينة الجديدة سيدي عبد الله في مايو. وستشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيع 6000 وحدة سكنية بالجزائر العاصمة في المدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستكون خلال بداية شهر مايو المقبل كأول عملية بتسليم مفاتيح ل2000 مسكن، مؤكدا أن هذه الكوطة هي مخصصة لمكتتب عدل واحد. رياضيا النهار قالت: الفاف تخفي راتب ماجر والكاريز من حصيلة 2017. وانكشفت الحصيلة المالية والأدبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المقرر عرضها خلال الجمعية العامة للفاف عن ميزانية ضخمة تحضر الفاف لصرفها على تسيير شؤون الكرة الجزائرية لسنة 2018، وذلك من دون الكشف عن قيمة راتبي ماجر وسابقه لوكاس الكاريز وعن أموال الرابطة المحترفة المحلية في الحصيلة المالية لسنة 2017 والتي يقدمها زوتشي اليوم أمام أعضاء الجمعية العامة. كانت هذه عناوين النهار، التفاصيل تجدونها في ذات الجريدة. البلاد قالت: إلزام أساتذة الدروس الخصوصية بدفع اشتراكاتهم لدى كاسنوس. وإن قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلزام أساتذة الدروس الخصوصية بدفع اشتراكاتهم لدى كاسنوس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، في خطوة لتقنين هذا النشاط الذي يدخل ضمن الأعمال الحرة. وكد الصندوق أن مصالحه ستقوم بحملات مداهمة واسعة عبر جميع الولايات لإلزام الأساتذة على دفع اشتراكاتهم. إلى وقت الجزائر قالت: سندعم المستثمرين في سوق تدوير النفايات. ونكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زروطي أمس دعم قطاعها الكامل للراغبين في الاستثمار في سوق تدوير النفايات وغيرها من المهن الخضراء. الموعد اليومي قالت: مجانية العلاج في قانون الصحة الجديد. ونكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزب اللوي أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، مضيفا أن هذه المجانية مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. المشوار السياسي قالت: الجزائر تحتضن 30 دولة لمناقشة تدريس التربية الإسلامية. وإن أعلن المجلس الإسلامي الأعلى أو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله بالجزائر العاصمة أن أكثر من 30 دولة وهيئات إسلامية ستشارك بداية من اليوم الاثنين في المؤتمر الدولي الذي تحتضنه الجزائر حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية. المساء قالت: اتفاق بين الجزائر والسعودية على برنامج جديد للرحلات. وإن توصلت الجزائر والمملكة العربية السعودية أمس إلى اتفاق مبدئي حول البرنامج الجديد للرحلات الجوية الخاصة لنقل الحجاج في هذا الموسم، والذي سيمكن من تفادي مشكل تمديد إقامة الحجاج بالبقاع المقدسة إلى 40 يوم. لوغيزون قالت: مسابقة وطنية لاختيار أفضل مؤذن. وكشف وزير شؤون دينية والأوقاف محمد عيسى عن تنظيم مسابقة وطنية لاختيار أحسن مؤذن لرفع الأذان بجامع الجزائر بصوت قوي وجميل يعكس الموروث
الثقافي والحضاري والديني الجزائري والنابع من مرجعية السنة النبوية الشريفة. ديكا نيوز قال رفع التجميد عن برنامج الكهرباء الفلاحية لولاية باتنا. وانكشف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في زيارة لولاية باتنا عن رفع التجميد عن برنامج الكهرباء الفلاحية لولاية باتنا، موضحا أن هذا البرنامج سيتم تكفل به في إطار صندوق التضامن الخاص بالجماعات المحلية.